كرسالة الوالد انه يجيب لنا حمد الله هو اللي كان خاصنا في هذه المقابلة. سبحان الله العظيم. الله ما كاين حمد الله، حمد الله كيدير الشوشرة ما بغيناش. كاينين الدراري الشباب حمد الله في عمره دابا 30 عام ولا ما عرفت 35 عام، الحمد لله سالات ساعدك الله يعاون. كاينين الدراري الحمد لله وشكرنا. كاينين الدراري دابا 19 عام 22 عام اون فورم الحمد لله، وعندنا مدرب يعني شاب حتى هو اللي عنده تجربه في ادغال افريقيا مع سميتو مع الوداد، وان شاء الله نتمنوا المنتخب يقول الكلمه ديالو. اش بان لك في المستوى ديال الضربه المنتخب الوطني اليوم؟ بالنسبه لاسميتو ديال الاداء ديال المنتخب، انا بان لي اداء في تحسن وتحسن كبير. اولا بعدا حيدنا ديك العقده ديال اسميتو ديال الفرق ديال امريكا، الحمد لله كانوا راه ديما كانوا كيغلبونا، احنا حيدنا ديك العقده وان شاء الله من هنا لقدام المنتخب غيقول الكلمه ديالو. ورساله اخرى غنوجهها للبركه، ما تبقاو اسميتو ما تبقاو تطلعوا على اللعابه بهذه العربيه ديما مغرب يعني راه حتى هما راه عندهم فيسبوك وعندهم الانستغرام عندهم هذا، خصنا شويه تحفيز للعابه، ما خصش ديك التنمر خصوصا على المصيره واحد اللعاب. ما نكروش بلي لعاب كبير حتى هو يعني راه ساهم شحال، ساهم في التأهل ديالنا لكأس العالم دابا نيت، ودابا نيت راه دار بون ماتش. وشكرا للوالد الكراكي وشكرا لكاع اللعابه. الدول هذوك راه فهمتي ما عندهمش غرام د العقل. حنا اللي غادي نديو لا كوب ديما مغرب، وعقل على الهضره وعقل على هاد الانترفيو مزيان من عند احلى في، وحنا اللي غادي نديو المغرب عقل مزيان على الهضره هادي وديما مغرب. تحياتي لكم ونحبوا المغاربه فين ما كانوا، المغاربه فين ما كانوا من طنجه للقرقرات، واحلى تحيه للناس الجاليه من عند احلى فيو ومح عليكم. برن الحضور الجماهيري اليوم اللي حضرت كيف ما كتشوف المغاربه فين ما مشاو الحمد لله كيديروا بلاصتهم، فين ما مشاو المغاربه ديما مغرب ديما زغنا. انت كما كتشوف حب الجمهور، كما كتشوف الناس تبارك الله، يعني كاينه الانيرجي من الاخر، كاينه الانيرجي وفيفا ماروكو من عند احلى فيو، واللي ما بغانا زعما عينو. ومنتخب الشيلي اللي تبارك الله شفنا واحد المستوى ما شاء الله ما بين اللعابه اللي دخلوا اللي بغى يبينوا يعني المستوى ديالهم، واللي كان بحضور المدرب الجديد اللي تبارك الله عليه اللي كانت عنده واحد القدرات اللي شفناه في دوري ابطال مع الوداد البيضاوي. بالنسبه للمدرب تبارك الله انا عجبني، علاش عجبني؟ بالاخص يعني في الشونجمون، يعني ما غيرش ما بين الهجوم والدفاع، او لا هذا دفاع خص يدخل يخرج دفاع ويدخل هذا هجوم، نو نفس 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 يعني نفس نفس التكتيك هو اللي خلى المدرب وليد الركراكي انه يفوز بهذه المقابله. وتبارك الله هذه صراحه مقابله رائعه، وكنشكر حتى الجمهور تبارك الله اللي حضر بواحد الكثافه وشجع المنتخب على هذا باش قدم واحد المستوى زوين. بغينا كاس العالم ان شاء الله نشوفوه بهذا المستوى، وبغينا نشوفوا لعاب اخرين بحال، وبغينا الحمد لله كرساله للوالد الركراكي راك درتي كل شيء، المستوى هو هذاك، اللعابه كانوا في مستوى، كل شيء كان في مستوى. كيف ما كتشوفوا المنتخب المغربي لعب ماتش بكل حماس بكل ثقه، ما على الديبار عرفنا بان الماتش ديالنا توقعات على الديبار 2-0 كنا غادي نعطيوهم اكثر. دونك وليد الركراكي مدرب رائع، يعني عطاو باقي هادشي اللي شفتو هادشي غير التسخينات، وان شاء الله كنتمنى لا كوب حنا اللي نديوها، كنتمناو الكاس حنا اللي غادي نديو ان شاء الله الا بقينا غاديين بهكا. اش بان لك في المستوى اللي ضرب به المنتخب الوطني المغربي وفي التشكيله اللي لعب بها المنتخب المغربي؟ بالنسبه للتشكيله كانت تشكيله مزيانه كيف ما كتشوف، مع دخل سميتو بوفال، مع دخل مع ماركا البيت، دونك كان واحد البيت خيالي. دونك ماركينا جوج الاول والثاني ما بيناتهمش دقائق بزاف، مع التماركا الاول مع زدناهم الثاني، وهذا الشيء اللي شفتو راه تقريبا غير التسخينات، باقي ان شاء الله غادي نعطيو المزيد والمزيد، وفيفا ماروكو وديما مغرب. ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.